يحتفل اليوم المركز المصري الدولي للزراعة بحفل تسليم شهادات للسادة المتدربين في دورتي التنمية الريفية المستدامة وإنتاج وصحة الدواجن، حيث أن تنمية الريف يشكل أهمية خاصة للدول النامية لرفع مستوى معيشة الفرد في هذه المناطق من خلال تقل مهاراته لإنتاج المزيد والمزيد من المحاصيل الغذائية، حيث أن الغذاء هو قضية الساعة للعالم أجمع. أتمنى أن يكون هناك استفادة كبيرة بالنسبة للبرامج التدريبية وبالأخص في موضوع التنمية الريفية المستدامة وفي صحة الحيوان أو صحة الدواجن أساساً. الحقيقة يمكن المواضيع دي من المواضيع المهمة جداً، لأن التنمية الريفية المستدامة يمكن بتعتبر شكل من أشكال التنمية الاقتصادية الشاملة، حاسس أن النهوض بالريف أصبح الشغل الشاغل حالياً بالدول، نظرا للزراعة خصوصا طبعا المحاصيل الاستراتيجية والاكتفاء الذاتي منها أصبحت من الأساسيات لتعطي صاحب القرار في اتخاذ القرار. الحقيقة كمان ما فيش شك أن دي لها دور كبير جدا في الأمن الغذائي ومنظور أعمق يمكن أكثر في استقلالية في اتخاذ القرار على المستوى الدولي. يمكن كمان صحة الدواجن دي بتحافظ ما فيش شك على الأمن الغذائي وبتحافظ على زيادة نسبة البروتين للشعوب. يمكن أعتقد أن هذه الدورات التدريبية وسيلة كبيرة جدا للتعارف بين الشعوب وبعضها ونقل الثقافة والحضارات ما بين الدول وبعضها. أنا طبعا أتمنى إن شاء الله بإذن الله إن كنتوا لما ترجعوا بلدكم يكون يتم نقل هذه المعلومات الفنية والخبرة اللي انتوا خدتوها من مصر إلى زمايلكم، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، وأتمنى لكم إن كنتوا ترجعوا إلى بلدكم بسلام إن شاء الله، وأشكركم وأهلا بكم في مصر دائما. شكرا. طبعا الدورة كانت برنامج مكثف وشامل حول التنمية الريفية، طبعا هي بتحكي عن التجربة المصرية في التنمية الريفية، وكان هو تقريبا برنامج دولي في من معظم دول العالم، من أمريكا اللاتينية، من آسيا، من أفريقيا، وطبعا أنا كنت مشاركة برضو من الأردن. هاي الدورة كانت فعلا دورة مكثفة ومفيدة وتجربة جديدة، أضافت لنا خبرات جديدة ومهارات جديدة. وبرضو هذا كمان كان رأي تقريبا نفس يعني معظم المشاركين في الدورة. نحن كنا الإقامة حوالي شهرين ونص في مصر الشقيقة والعزيزة والحبيبة. زرنا مدن تانية مثل مدينة الإسكندرية، مدينة أسوان والأقصر، مدينة دمياط، مدينة كفر الشيخ، أيضا المنيا والفيوم، واطلعنا على التجارب هاي المدن في التنمية الريفية، وفعلا كانت تجربة رائدة ومكثفة. وبرضو بالإضافة للزيارات الميدانية كان في محاضرات نظرية من ضمن أساتذة متخصصين من جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى. كل الشكر لأرض الكنانة الحبيبة وأهلها الطيبون الأكارم، كل الشكر لأم الدنيا، وأنا فخورة جدا بهاي الدورة، وبرضو فخورة جدا على أنه أرض الأنبياء مهد الحضارة والثقافة مصر نقلت تجربتها وخبرتها للدول الثانية. وصدقا أنا شخصيا استفدت كتير، خبرتي في هذا المجال حوالي 20 سنة، لكن هاي التجربة أضافت إلي ما يعادل 10 سنوات. صدقا هاي التجربة جدا جميلة ومفيدة. ألف شكر لمصر، لآيكا المركز المصري الزراعي الدولي بكل كادره، فردا فردا من التقدير ومن الشكر أعظمه وأجزله وأنبله. وعاشت مصر وتحيا مصر، تحيا مصر. I am Farida Yasmin from Bangladesh. I am very much thankful to AICA
هي اسمها فريدة ياسمين، هي من بنجلاديش، هي أول مرة تيجي مصر. هي بتشكر الإيكا المركز المصري الدولي للزراعة، وبتشكر وزارة الزراعة في بلدها، وبتشكر منظمة التنمية الريفية. هي بتتكلم إن مصر أول مرة، هي أول مرة في حياتها تسافر لبلد خارج دولتها، وطبعا بتتكلم عن تاريخ مصر وعلى إزاي امتزجت التاريخ مع التنمية الريفية. هي اتعلمت كتير جدا، وبتشكر كل تشكر المركز المصري والمترجمين وكل الناس اللي تعبوا معاها، وهي اتعلمت حاجات كتيره قوي وهتطبقها لما ترجع بلدها. هي بتتمنى ان هي ترجع مصر تاني وبتحب مصر قوي. هي بتتكلم على ان المصريين شعب متعاون جدا، بيساعدوها في كل مكان، في المركز هنا وفي الشارع وفي المترو وفي كل مكان، بالاضافه لان هم كمان شعب مبتكر وان هو بيعرف يعبر عن نفسه كويس قوي. Field visit and in the street, in the metro, in the market. Este curso realmente me sorprendió. إنه إنها دورة تدريبية مدهشة. لقد شاركت في دورات تدريبية عن التنمية الريفية المستدامة في الصين وفي اليابان، ولكن هذه الدورة التدريبية المقامة في مصر حقا انطباعي رائع عن مصر وعن شعب مصر. مصر متقدمة وأتمنى لها النجاح. كل شيء رائع، أشعر بالأمان في مصر، وهذه الفرصة أتاحت لي أن أتعرف عن الموقف الحقيقي لمصر. مصر بلد ناهضة، وأتمنى لكم المزيد من النجاح في المستقبل. أنا شاكرة لله وشاكرة جدا لمصر لإتاحة هذه الفرصة للحضور ومشاركة في كورس الثروة الداجنة والإنتاج والصحة الداجنة. تعلمت كثيرا، خصوصا تعلمت إزاي ممكن نعمل تلقيح الصناعي في الثروة الداجنة. احنا بنعمل ثلاث انواع من التنميه. تنميه اللي هي خصوصا التنميه الريفيه والسياحه البيئيه، وفي هذا الاطار قدرنا نستقبل هذا الوفد الكريم، لان احنا كلنا مدركين اهميه افريقيا وبلاد الافريقيه بالنسبه لمصر، وازاي ان مصر ليها دور ريادي في هذه البلاد. واحنا يعني جمعيه اهليه ما نقدرش نتاخر عن هذا الواجب اللي احنا بنشوفه، ان احنا لازم نوري احنا بنقدر نعمل ايه كمجتمع مدني بالتعاون مع الوزاره. فاحنا لما استقبلنا الوفد، احنا عندنا جمعيه في نفس الوقت عندنا مكان بنقدر نستقبل فيه الوفود، وقدروا يتعرفوا على المشاريع اللي احنا بنعملها مع السيدات، وزي المشاريع الصغيرة الريفية بتقدر تساهم في اقتصاد البلد بطريقة واضحة وقوية، وفي نفس الوقت ازاي بنقدر كجمعية نتعاون مع وزارة الري ووزارة الزراعة عشان اولا يحصل نوع من التوعية للفلاح المصري والمجتمع الريفي، ان احنا نحافظ على المية اللي هي عنصر اساسي للتنمية. وفي هذا الخصوص احنا سعداء جدا وعلى أتم الاستعداد إن نكمل في هذا التعاون اللي بيقدر يعمل شقين. أولا بيبقى مثال للتعاون في داخل الدولة ما بين القطاع الأهلي والقطاع الحكومي، في نفس الوقت إزاي إحنا مع بعض بنقدر نقدم أبعاد التنمية الموجودة في مصر بالنسبة لأفريقيا. البلد اللي ما تقدرش، خصوصا مصر عندها كنوز من المعرفة وإمكانيات ضخمة جدا، يعني شمول هذه المعرفة. احنا بنهتم بالطاقة المتجددة، وعشان كده بنقدر ندمج السياحة البيئية مع الطاقة المتجددة مع التنمية الريفية، وده بيخلي ازاي نقدر نستعمل كل امكانيات
المتاحة لأي شخص موجود في الريف، اللي هو بيفتكر إن الريف يعني فقير، لا ده هو غني بالمعرفة وغني بالإمكانيات اللي ممكن يستفيد بيها. أنا في الأول بشكر المركز المصري الدولي على المجهود اللي هو بيعمله لإظهار صورة مصر في أحسن صورة، وبرضو برحب قوي إن أنا أتعاون ومزيد من التعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة. صراحة الوفود لما جت زارت محافظة الفيوم كانت من أجمل ما يمكن إن هم يعرفوا إن في مصر جمعيات أهلية مجتمع مدني بيعمل مجهود كبير قوي علشان التنمية المستدامة وعشان يحسن من مستوى معيشة صغار المزارعين، عشان كمان يهتم بالبيئة والسياحة الزراعية والسياحة البيئية. فكانت الزيارة لعرض أنشطة الجمعية، وكانوا مهتمين قوي يشوفوا المشروعات الصغيرة اللي بتعملها الست البسيطة في القرية. هم قدروا يتفرجوا على ده كويس، وفي نفس الوقت يشوفوا قد إيه الست البسيطة بتعمل المنتجات البيئية اللي هي بتعبر عن الحاجات الحرفية الموجودة في مصر وخاصة في محافظة الفيوم. الجمعية بتقدم خدمات كتير للمرأة للطفل، كان فرصة قوي للتبادل الثقافي. المبحوثين اهتموا قوي انهم ياخدوا قصص نجاح من الحياة العملية للست البسيطة قوي وينقلوها للدول بتاعتهم. عملوا اتصال عن طريق الإيميلات عن طريق الفيسبوك عشان ينقلوا خبرات من عندنا ليهم، وهكذا هم ممكن ينقلوا خبرات من الدول بتاعتهم. انا سعيدة جدا ان مصر يكون فيها الخبرات دي وان الناس دي تيجي تسمع او تتكلم على مصر بشكل جميل. مزيد من الافكار الجديدة نقدر نقدمها لكل زوار المركز المصري الدولي للزراعة. أن المركز الدولي لمصر للزراعة يمكن أنا على تواصل معهم يمكن من أكثر من 20 سنة، فهذا التواصل في عملية التنمية ومجال الزراعة في جميع الأنشطة المختلفة. طبعا إحنا كنا مع الجهات المعنية سابقا اللي هي مدرسة زراعة، وحاليا مع الجهات الغير معنية اللي هي جمعيات الأهلية. الحقيقة طبعا إحنا نشاطنا كله في عملية تنمية المرأة، أنهوض المرأة سواء فكريا صحيا محو أمية تدريب على المشروعات الصغيرة للحد من عملية الفقر ورفع مستوى المعيشة للمرأة الريفية. طبعا احنا سواء كنا بنديهم مشاريع مجانية او بنديهم بعض القروض لعمل هذه المشاريع. ياخدوا هذه المشاريع، اولا نعمل عمليات تدريبية في هذه المشاريع، لان اللي بياخد هذا المشروع لازم يكون عنده فكرة، وقبل ما بياخد المشروع بشوف احتياجات القرية ايه، هل تربية أغنام، هل تربية الجاموس، هل مشاريع أخرى صغيرة اللي تحتاجه القرية نفسها. زي حضرتك مثلا قرية يوسف صديين، كمان أنت سمعت أن بحيرة أرون ابتدت الزراعة تتدنى فيها، تدينا نخش بعمليات أخرى في المشاريع الصغيرة التي تحتاجها هي القرية نفسها. بعد هذا الموضوع بنعمل عملية متابعة وتقييم، لأن احنا ما نسيبش هذه المرأة أو الأسرة الفقيرة، لا بنطور من فكرهم من عمليات التدريب ومساعدهم في عملية تسويق منتجاتهم نفسها. النهاردة كان حفل ختام برنامجين منتظمين يعني بيتم تنفيذهم سنويا. برنامج عن التنمية الريفية المستدامة، وده حضروا حوالي 29 متدرب من حوالي 24 دولة. وعندنا حضرتك برنامج الدواجن، كان في 19 متدرب من حوالي 16 دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا. السنة دي كان عندنا مبعوث من جورجيا اللي هي إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق،
برنامج التنمية الريفية زي ما من باين من اسمه أو واضح من اسمه أنه بيتحدث حول التنمية الريفية وأدوات التنمية الريفية، خصوصاً أن التنمية الريفية بقت الشغل الشغل لبلاد كتيرة في العالم، إن لم يكن كل بلاد العالم مهتمة بالتنمية الريفية، لأن التنمية الريفية هي المظلة اللي بيجي تحتها التنمية الزراعية. لما حضرتك بتنمي الريف وبتنمي مواطن الريف أو الإنسان اللي عايش في الريف، معناها أن حضرتك بتعمل تنمية زراعية. ده بالنسبة للتنمية الزراعية، زاروا مشروعات كتيرة، زاروا مزارع كتيرة، قابلوا منتفعين كتير من أنشطة الجمعيات المعنية بتنمية المواطن الريفي، وبرضو عمليات منح القروض الصغيرة والقروض الآجلة والمتوسطة والكبيرة. وده كان برنامج انطوى على محاضرات وعلى زيارات ميدانية زي ما قلت لسيادتك، وانطوى كمان على بعض الأنشطة اللي بيعملها المبعوث بنفسه، بيعمل بحوث، بيعمل زي سيمينار. السنة دي برضو كان عندنا اكسبشن او عندنا حالة استثنائية، ان احنا عملنا اول شهادة للندوة اللي بتنفذ داخل البرامج بالاشتراك مع كل البرامج حول الاثار الجانبية المتوقعة للكلايمت تشينج او الجلوبال وورمينج على الزراعة وعلى الامن الغذائي. أما بالنسبة لبرنامج الدواجن، فكعادة كل برامجنا احتوى على محاضرات نظرية، مداخلات من المبعوثين، أنشطة مناقشة عامة، بريزنتيشن بيعملوا المبعوث بنفسه، زاروا مزارع الدواجن طبعا كلها، قابلوا صغار المنتجين والمنتجين اللي هم عندهم إنتاج متوسط والشركات الكبيرة اللي بتنتج الدواجن عندنا. اكتشفوا وعرفوا صح جدا بشكل صريح يعني أن مصر عندها صناعة دواجن على أعلى مستوى ويمكن متميزة جدا في المنطقة كلها. زي ما حضرتك شفت أنه كلهم كانوا من فضل الله مبسوطين جدا، كلهم سعداء، أثنوا على الاقتصاد المصري وعلى الزراعة في مصر وعلى إمكانيات الدكاترة والباحثين المصريين، وده من فضل ربنا يعني. دي رسالة بيقدمها المركز من أكثر من 52 سنة الحمد.